الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية للشيخ باب الدين أحمد بن عطاء السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، فقد روى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. وربما فتح لك يعني ربما مكرر، فعندك ربما في الاول ده. لا، ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. بعدها وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. قراءتان، ربما وربما، قراءتان صحيحتان ورد في القرآن متواتر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا، قراءتان متواترة. فقال رضي الله عنه: ومعصية أورثت ذلا وانكسارا وافتقارا عن زمان، تنفع الاثنين يا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. نعم، يبقى ربك سبحانه وتعالى أحيانا يأتيك بالخير من حيث لا تحتسب، وأحيانا يكون ما تظن فيه الخير يكون فيه الضر وأنت لا تدري. ولا شك أن الطاعة هي أنفع للإنسان من المعصية، لكن أحيانا تكون الطاعة سببا لتكبر العبد، وإنه يرى لنفسه يعني مزية ويزكي نفسه يوم يحسب. وربنا يقول: لا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقوى. لكن تيجي المعصية بقى فيها ذلة وانكسار، والذل والانكسار ده من صفات العبودية، وكلما تحققت بالعبودية وطاقة بالربوبية. وأول ما تستعز بالطاعة، العزة صفات ربوبية، هتنافسه بالربوبية، وانت رب تنافسه بالربوبية، فإذا قبلته بالعزة كسرك، وإذا قبلته بالذل والافتقار جبرك. وعلشان كده ربنا ضرب لنا مثالا في معصية آدم. سيدنا آدم أكل من الشجرة، ففي الظاهر معصية، لكن بنى عليها خير كثير. علمنا كيف نتوب، وعرفنا من المعصية دي إن ربنا تواب رحيم. الملائكة كانت لحد سيدنا آدم مش عارفة إن ربنا الغفور الرحيم، كانوا يعبدوا الله ومش عارفين إنه غفور رحيم. تصور حتى سيدنا جبريل ما كانش يعرف. لما جاك سيدنا آدم أكل من الشجرة ثم تاب فقبله الله، عرفوا إن ربنا غفور رحيم، وإنه تواب ويقبل التوبة عن عباده، وإنه ساتر لعباده، وإنه دي حاجة. يبقى أكمل معرفة الله للملائكة، يبقى كان شيخ الملائكة سيدنا آدم، علمهم جميعا حاجة متعلقة بالله ما كانوش يعرفوه، فعرفوا قدره، وعرفوا قد إيه ربنا إيه لما أمرهم بالسجود كان أمر فيه حكمة، لأن هيتجلى عليهم بصفات لم يعلموها فيه فيزدادوا علما بالله. كويس، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن المعصية دي كانت سبب للاكتباء، وكانت سبب للخروج من الجنة اللي بيها يتوالد ويخرج من ظهره مئات الألوف من الأنبياء وملايين من الأولياء. لكن لو فضل في الجنة وما كانش كمل الشجرة، كان فضل هو وهو ربنا حواء ما خرجش منهم حد. يفضل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء لسه غيب مكنون ما نعرفوش. فتصور إن هو لما أكل من الشجرة خرج من الجنة ثم يعود بها وخلفه من الأنبياء
124 ألف نبي ده غير الأولياء والصالحين وأهل الجنة. شفت قد إيه بقى كانت المعصية دي ليها خير كتير. وعلى شكل الإنسان قد يكون الإنسان يكتب الله عليه المعصية من أجل أن يفتح له باب التوبة ويكسر فيه العزة اللي في نفسه، لأن الإنسان أصله تجلى الله عليه بكل الصفات وغمدها في العبودية، ففي صفات ربوبية مغموسة في صفات عبودية. كويس؟ فلو ما كسرلوش صفات الربوبية بإظهار العبودية لاعتبر نفسه إله، لدرجة أنه أحيانا يعبد نفسه من دون الله ويرى الكمال فينسبه لنفسه، هو الكمال من الله. واضح؟ يوم ربنا يكسر في الإنسان عزة الربوبية المغروسة فيه بالتجلي الرباني بذل العبودية الذي ينبني عليه النقص والإيه وفعل المعصية. يبقى المعصية دي مهمة جدا، وجود المعاصي دي مهمة جدا في وصول الإنسان لربه. تصور أنت ما عصيتش ربك أبدا، تيجي تقابل ربك تقول لهم إيه واستعوا تقول الجنة وأنا عصيت لحظة، تقوم تقابله بالكبر، ولو قابلته بالكبر يطردك. لكن أما تقابله كده وأنت عملت شوية طهات وعملت شوية معاصي واستغفرت منها وماشي مكسوف من نفسك ومنكسر، يقوم ربنا يفتح لك باب الجنة ولا تدخلوش لأنك جاي ومنكسر. فهمت بقى؟ يبقى وعشان كده يقول لك ايه؟ ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. ممكن ربنا يفتح لك باب الطاعة وقاعد تعبد ربك ليل نهار وانت مش مقبول. طب دي احتاجهم في ايدك؟ وربما فتح لك باب المعصية مش كده برضه؟ وما فتحها إلا ليفتح لك أبواب القبول عشان يذيق بذل المعصية ثم تتوب إلى الله. ثم تحرم تعمل كده تاني وتفضل المعصيه دي تسوقك الى الطاعه حتى تموت. يوم يبقى ايه؟ يبقى اتخلف. وعشان كده يقول لك المعصيه اللي تورث ذل وانكسار خير من الطاعه التي تورث عز واستقرار. فهمت؟ يبقى الواحد المفروض انه يسلم امره لله ويعرف المطلوب منه ايه. حال الطاعة يبقى حالك الخوف، وحال المعصية يكون حالك الرجاء. بعكس الإنسان العامي اللي مش عارف ربه كويس. الإنسان العامي لما يعبد ربنا كويس يجي يدعي كده يبقى حاطط في قلبه ربنا حبات، اه ما وصل الصبح وتصدر بقلبه دي وصايم النهارده كمان وما عملش أي معاصي، يا رب يا رب يبقى هيستجيب بقى، ما أنا هعمل إيه؟ يعني هقطع نفسي. يقول الأبي يدعي والرجاء عنده جامد. ليه؟ لأنه طائع هو، فالطاعة زودت رجاءه يبقى ده جاهز ربه. العارف بربه الطاعة تزيده إخبات وخوفه، لأن ربما لا يكون ربما يكون فتح لك باب الطاعة وما فتحش باب القبول. وعشان كده ربنا يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت ستنا عائشة رسول الله بهذه الآية فقال لها هؤلاء الذين يصومون ويحجون ويصلون ويجاهدون في سبيل الله ثم يخافون ألا يقتلوا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى حال الطائع الخوف وحال المعصية الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى عند المعصية لابد يبقى في رجاء. يبقى الإنسان لما يعصي ربه ويكون عارف بربه يقوم رجاءه يزداد يدفعه للتوبة. إنما الجاهل بالله لما يعصي ربه ييأس من رحمة ربه وما يتوبش يقول يا ربنا هيقبلني. إنما إحنا من أهل النار أهل النار سيدنا يا عم. يبقى ده جاهل بالله. العارف بالله المعصية ما تحجبوش، المعصية تدفعه إلى الرجاء. والعارف بالله الطاعة ما تكبروش بل الطاعة تخوفه أكثر، لأن الطاعة نعمة تستجلب الشكر
شكرت على توفيقه بالطاعة وهل ضمنت القبول في الطاعة؟ لن تضمن دي ولا ضمن دي، فعلما تتكبر سيئن تبعي ازاي؟ فننسى الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يأخذ بأيدينا جيدا شكراً عليك شكراً موصفنا وسلمتنا من السبب والفضل سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.